حبوني نفوته نبصم بالعشرة جيفات في الوطي تخرج في النشرح موتور مزوطي ينكر العشرة والأسخر يوطي يبدل بالقشرة ارفع راسك يبا ديمة انت بفنك لي عند قيمة يقنبوش بيا في اليتيمة كلب هيجا مش لاقى بريمة صدقوا عليهم حفلة اعراب مهرجان ولا امسياح سرسي صحيبي بيشة وعلى الربعة تعلو سياح ما لام الربعة تعصباح تعلو الربعة تعلو شية ما مكيت نحي داء التأديد تبقى ديمة تايشية وكي تدخل بالدار البسحة ودير المعكياج هواوي ما فيها حتى اشكال يخيف تالك فيها القضاوي خلوني نخدم عشري على بالكم انا يا فنان مظاهرت ليش نسمع دروس تاع الشيخ طارق السويدان اذا فنك قطر الزين انا فني كسبها اذا كسرت مليار في كليب انا القلب كسبها اذا بعت نتاعي المبدأ باش تسوق البوش كيان احنا ينبيع اللي باع والرب يمشي بوش كيان ما ندرسو ما وجد روحك ياك ما يرحمش التاريخ واذا ما تمنيش سقسي مصطفى وبنشيخ اللي دارو دراهم كل وين راهم ما لا ما تحيرش يا كدندو دير الحسب الصح ما يطيرش ما تبدلش بلادك باللي جابو الكومنتير بدلها بصومة صحيحة هكذا نتايا دير لافير بعد اروح تبكي وكلهم تخاف عليا مامي غني لهم دوني عليها البوليسيه كيما مامي يفهم ستي جاها المنجي سيكو سيكو بيبيشا والفاهم طاحوا شانوهم الراجل فيهم بيبيشا والفاهم يفهم حبوني نسمع صوتي في صندوق وتراهم الشعب تخرج بالصندوق حبوني نسمع صوتي في صندوق والبيرة رايت تشرب بالصندوق حبوني نسمع صوتي في صندوق وعائلة في عشرة ساكنة في صندوق حبوني نسمع صوتي في صندوق والإعلام يحرش بينا في صندوق حبوني نسمع صوتي في صندوق والحراقة ديما ترجع في صندوق حبوني نسمع صوتي في صندوق والغبرة من حدود في الصندوق حبوني نسمع صوتي في صندوق وما زال كاين لي يتعشى من الصندوق حبوني نسمع صوتي في صندوق أعطوني جمرة وقالوا بالصندوق حبيتوا نسمعوا صوتنا رانا سمعناه ما تفهمش كلامي من صوته افهموا على حسب معناه يا فارس ولد العلماء السلام عليكم معكم فارس ولد العلماء هذا الفريستايل اسمه باوني فوتي فوليوم 3 درناه على طريقة 16 طايل وديزات أكابيلا وسميناه سمع صوتك برا ألور احنا نسمع صوتنا كيما طلبوا منا ولكن على طريقتنا ألور راح ننفيتي دي رابر وتخرين باش يشاركوا وراح ننفيتي غير لي رابر اللي عندهم صح لبرنسيب لفير برنسيب دي راب اللي هو من الراب دايما يوقف معه الزوالي ألور تعلم نعرف بزاف لي رابر عندي ليست كبيرة جانفيت هشام سلفاتور من معسكر عامر زيدان من تبسا بالعاتر فوفو بيا زيرو ساتية وسايس من بسكرة فهم بانك بجاية موح لكارونت باتنا وسيم سواسونت من سوق هراس بيال دي كادوز تبسا وصيل موح زوالا لايف من مرسيليا نيرا كوين مع البليش منين هي مصطفى ميوس من أرجي أمر دي زاد من صديف صالح باي أول هادو صحابي لنا عرفهم أم بيرسون جديد زنبيت باش يشاركوا في الفريستايل تاع سمع صوتك بالراب ونستغل فرصة باش ننفيتي دي رابور الجيريان معروفين ولكن مع ما تجمعني بهم حتى علاقة يسمى جام هدرت معهم جام تلاقيت بهم جام كان بيها كونتاكت ولا خدمة مشتركة بصح علاش راح نعرضهم باسكو كيما راكم تشوفوا الراب الجزائري بدا طعمة غادرة وعميقة جدا في الظهر والناس ساكتة ما فهمتش علاش راهم ساكتين باسكو يستناو في فرصة باش يردوا باسكو خلاص راح الحال فات الوقت بردت الضربة ألور جي زانفيت باش نحطهم أمام مسؤوليتهم أمام التاريخ وأمام الأخلاق الفنية وأمام الجمهور تاعهم ألور جانفيت فلان تيافكا شكون الحاس داسي كسمو تاع بسكرا هذاك حبيبنا كيسموه بسيطة
ما سيتاش لانفيت ما دير بي نسمع لي ريبوندي باسكو فريمون عندي ريشا شكون تاني هادو داني شافي عليها ان شاء الله اي واحد يتحمل مسؤوليته الفنيه ويدلي برايه ما يبقاش ساكت هاي تهلا في روحكم سلام.